هذا وتتواصل فعاليات أسبوع إحياء الجذور، حيث زار الوفد اليوناني والقبرصي اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع إحياء الجذور. تفقد الوفد قاعة القبة السماوية بالأكاديمية واستمعوا لشرح تفصيلي عن تخصصاتها من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس، كما حرص أعضاء الوفد على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالأكاديمية وبعض طلابها. قال نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جمال غلوش إن زيارة الوفد اليوناني والقبرصي للأكاديمية تأتي استكمالا لمبادرة أسبوع إحياء الجذور. زيارة هي تمشيا مع أسبوع العودة إلى الجذور ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا الإسكندرية لها علاقات كبيرة وقديمة مع قبرص واليونان، الأكاديمية بالذات لنا تعامل حضاري وثقافي وعلمي مع اليونان ومع قبرص، وبالتالي كانت الزيارة تعتبر تكامل لهذا الموضوع. زاروا عندنا أهم الأماكن الخاصة بالمحاكيات والمعامل والتكنولوجيا الحديثة الخاصة بالتعليم والتدريب البحري، نظرا لأن المناهج بتاعتنا البحرية بتدرس فيه ومعتمدة في اليونان، وكذلك في تعاون مع الجانب القبرصي. فالحقيقة الزيارة أسعدتنا إحنا، لأن الشباب كان بيدور على المكان اللي عاش فيه آبائهم وأجدادهم، والكبار النهاردة كانوا بيكلمونا عربي لأن دي بلدهم الأولى، وكانوا بيحنوا إن هم يجوا يزورونا مرة